الخير. صباح النور. جاني كثير اجابات اليوم، وشي عم بيقول ما بنقدر نقول لا ابدا، أوكي. وشي عم نقول بيقولوا انه بدنا نجرب نرضيهم، بس في ناس ما لازم واحد يقول لهم ايه على شغلتهم لانه اوقات بتكون لتاذينا او تاذيهم. صحيح. فهون هيك الاجوبه كثير متضاربه. حلو. كانت حلو، والحلو انه شكرا على صدق الناس يلي قالت انا عندي صعوبه اقول لا. صح. لانه للصراحه كثار اللي قالوا هيك. شو حلو. يعني عن جد شكر كثير كبير لصدقكم، حلو انه واحد يعترف لحاله، لانه كثير بيجي ناس بعد فتره غيدة بينفجروا اذا بدك، بعد سنين من ما قالوا فيها لا، واذا بينفجروا بصيروا بيتر اكثر، بصيروا مرين اذا بدك، يعني بصيروا لانه كل هالسنين ما عرفوا يقولوا لا. فمهم نعرف نقول لا، ومهم نعرف اذا نحن عم نرضي الناس لنرضيهم خوفا من انه ما نرضيهم، ولا عم نرضي ذاتنا. أيه. نحن عم نرضي الناس، لان اذا عم نرضي ذاتنا نحن عم نعمل من قلبنا هالشيء اللي عم نعمله للاخرين بنكون بنعرف نقول لا. أيه. بس اذا معودين، ونحن ثقافتنا ما بنخجل اوقات. صح. عندنا الخجل، وعندنا اللي ولو ايه لازم تقولي ايه. أيه. وخاصه هيك لنقولها من الاخر، اكيد الذكور او الرجال عندهم كثير امور ما لازم يقولوا لا بيربوا، بس النساء او الاناث اكثر مطلوب منهم التضحيه وما تقولي لا ومسحيه بهالدقن ومش هاي ثقافه كمان. ايه. بتاثر. بس برجع بقول اثنين عندهم امور وبنتعود وبنصير نلاقي انه هيك بحبونا الناس، فمن الضروري عن جد نعرف اذا نحن بالفعل بنقول لا. لهالسبب نزلنا على الطريق. ايه. وسالنا الناس، شفنا انه لمين ما بيقدروا يقولوا لا. طب قالوا لا للكاميرا ولا لا؟ شكلهم ما قالوا لا للكاميرا، بس لنشوف هيئتهم لمين ماله اكثر ما بيقدروا يقولوا لهم لا. اوكي. اذا لازم اقول لا بقول لا. في شغلات كتير الواحد بيقدر يقول عليها لا. هلا حسب مدى العلاقة أنا والشخص، إذا بعيد عني بقول له لا وأنا مرتاحة، أما إذا كان قريب مني مرات لا هيك ما بتطلع معي. بكل نهاية لا، إنه كلمة واقعية، لازم واحد يكون واقع بحياته. في لا على مليون شغلة وشغلة. بقول ما فيي، ماني قادر، أو بعدين، أو بأجلها، بطريقة مهذبة طبعاً، مش لا. بلا بقول لا. عادي. أي الشيء اللي مرتاحة فيه بقوله دايما، يعني ما بحب خبي. لمين ما بعرف أقول لا إذا كان عندي عاطفة كتير جياشة ولولد صغير. للسلطة ولا البنوك. لأولادي. يعني طفل صغير ما بيفهم علي ليش لا، وما بقوله لا. لأهلي وخاصة لبابا، يعني بدي أقول له إيه وكل شيء إيه، لأنه هو دايما كل شيء، يعني هو الأدوية يعني مثل ما بيقولوا. ما بقول على شيء لا لأولادي. أوقات صعبة، مثلا لما بتكوني أنت عارفة إنسان محتاج كتير 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 وأنت منك قادرة مضطرة تقولي لا، هيدي صعبة. بسهولة بتطلع معي، يعني أنا ما بعرف حالي، إذا قادر أعمل هالشيء بعمله، ما قادر بقول لا. هي طبعا صعبة لأنه بدها شخصية، بدها موقف، فالناس العاديين يعني صعب يقولوا لا. يعني حسب بأي موقف. لا والله إذا حكى معقله بقول لا بكل سهولة. صعب بأوقات معينة، يعني أوقات في شيء مضطرة تعملي لو ما أنت ما بدك. في شغلات كتير لازم الإنسان يقول عليها لا، ما يضل يقول إيه إيه إيه، ولا منصير غنى، مشكلتنا كبيرة هاي. شفتي كيف كمان التفاوت بالاراء كمان موجود. مثلا ما بقول لا لبابا، مع انه كانت قبل بتكي عم بتقول لا انا اذا مقتنعة بعملها، انا اذا مش بس بالفعل دائما في اشخاص بحياتنا صعب نقول لهم لا، وفي بروفايل من اشخاص بيناتنا ما بتعرف تقول لا لاغلب الناس للصراحه، يعني بتستحي من اللا. وهيدا الشيء نحن مش مسيرين، نحن مخيرين طبعا، فينا نتعلم نخففه، فينا نتعلم نرجع نكسر يلي تعلمناه لنرجع نبنيه بطريقه افضل حتى لو قد ما كان عمرنا. اول شيء لازم نتعلمه لما نكون عم نرضي فقط الاخرين هو عم الفعل هو كلمه اللا. نتعلم نقول انتبه، مش نتعلم نقول لا ما بدي بلقمني. لا ما في يغير كاركتيري، انا اذا كاركتيري طيب ومحب وكل عمري بقول ايه صعب اجي فجاه هيك بج لا، يعني بس بدي اول مش نصير يعني صنفور غضبان، يعني انا اعترض لا 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 صح. إيه؟ مش هيدا المقصود انه مثلا تنقول انا شريكي بالجمعه مرتين عايزم لي كل العائله على البيت، وانا بالفعل عم بتعب، انا عن جد عم بتعب، اوقات ما عبالي اوقات ما عبالي، اذا بضل استقبل بلا ما افتح
تمي وقول عن جد ما عبالي هالمرة أو تعبانة هالمرة، مش عم قول لا ما بقى بدي استقبل حدا، مش هيدا الحكي، بس إنه أنا بالفعل تعبانة، بفضل إنه نأجل، فينا نخفف هالمشاوير أو هالاستقبالات مرة بالأسبوع لأنه عم موت وعيش لكل مرة. يعني بدي أعبر عن حاجتي، بنرجع على الحاجة، بدي أتعلم أعبر عنها، طالما ما عم بعبر عنها يعني عم بقول لا، طالما ما عم بعبر عنها ما أتوقع من الناس تشعر معي. صح، أنا عم برضي الآخرين رغما عني. بدي انتبه لما بكون عم بعمل هيدا هالطريقة من التعاطي مع الآخرين غيدة، ما كون عم بستغل، أنا أستغل. يعني إذا الناس بس بتقيسني على قديه بساعدها قديه بعطيها، أول شي رح تعمله الناس يوم اللي بقول لا أو بقول ما بدي أو مش قادرة أو 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 رح تبعد عني. يعني بس قيسوني على قديه تانيا بتلبينا، مش قيسوني على تانيا لأنها تانيا، شو عندها تانيا كتانيا منحب فيها لإلها هي. فإذا بدي انتبه أنا ما أكون عم بيتم استغلالي، وأوقات كتير وما لازم ننقذ منها للخبرية، للأسف هيك بيصير لأنه الاحتكاك مع هالأشخاص، الاستغلال بيصير مع أقرب الناس لإلي، أقرب الزملاء لإلي، أقرب الأفراد العائلة لإلي، لأنه هيدا الاحتكاك أكتر شيء بنعمله. وثلاث أرباع العالم بالروبورتاج قالوا لأولادي ما بقدر أقول لا. هلأ طبعا كأهل كلنا عنا صعوبة أنه نرفض لهم طلب، يعني وحتى اذا عم ترفضي طلب بترفضيه بتفكري تربويا انه ليه بدي ارفضه قبل ما تقولي لا عليه. فبس مع هيدا وكله لا، وكلنا بنعرف واهلنا قالوا لنا وجدودنا قالوا لنا حتى مع اولادنا، لا دواء كثير مهم بالتربيه. صح اكيد، لا لاولادي بالعكس يمكن من اهم لقيت بقدر اقولها بحياتي، لانه اسبابها دائما بالناقه. فمثل ما هي بتنفع للاولاد بتنفعني انا كفرد بالمجتمع. اول شيء اذا بدي اتعلم اقول لا. رايحين كلنا نحضر فيلم، الكل رايحين يحضروا هيدا الفيلم، انا ما عبالي احضروا هيدا الفيلم، مش معناتها ما بروح بحضر، بس بقول لهم اوكي اذا كلكم هيك، بس انا عن جد كان عبالي احضر هيدا الفيلم. يمكن بالمجموعه في غيري من الناس اللي ما بيقدروا يقولوا لا، وبس يسمعوني عم بقول هيك بيتحمسوا ويقولوا كمان يي ايه فكره هيك لننقسم نفوت على صالتين او هيك لنحضر هيدا اليوم. الى ما هونيك بدي حتى نحكي غيدا نسالها اي فيلم آه مثلا مثلا لانه غيدا فيها تفيدنا اكيد وتعطينا عنوان فيلم نستفيد ومنحبه. فكتير مهم طلع هيدا الصوت قول لا. بدي كمان اتعلم اطلب يلي انا بدي اياه، مش انه مثلا انا تعبانه انا بحاجه للراحه. مش غلط قول انا بحاجه للراحه، هيدي اللي بحاجه للراحه بس ما بفتح تمي لانه بدي ضحي لانه كلهم عايزين. العالم ما رح ينهار اذا ارتحت. العالم ما بينهار أكيد، ولا أولادي بيموتوا من الجوع، ولا بيتشحشطوا على الطرقات إذا ارتحت نهار، ولا الكون بينهار على العالم إذا أنا قررت وقف وأعمل يلي أنا لازم أعمله أو عبالي أعمله بالوقت الحاضر. أوقات بيقولوا للأشخاص معلي مش غلط تكون أناني لنهار واحد. 100% بالعكس، صحة هي صحة، وما أخذها باتجاه السلبي تبع الأنانية، لا الأنانية الصحية مهمة. الأنا موجود ما بدي إنكره، إذا أنا ناكره كيف بدي الناس يقدروا يعرفوا قيمته؟ ما أنا إذا أنا ناكرة إني تعبانة وناكرة لحالي إنه ما إلي جلادي، أنا ياما بالبيت إنه سوري مام بتعملي لي ساندويش، صاروا بعمر لا من تعبانه فوتوا انتم اعملوا ساندويتش لكم اليوم، ما بيصير شيء. كنت قبل اشعر بعقدة ذنب حتى لاولادي عم بحكي. فاذا مع اولادي بقدر اقول لا وبقدر ارتاح واعمل يلي انا من وقت للتاني بحاجه اعمله، في اعمل هيدا الشيء مع الغرباء. فاذا ما نخاف نطلب يلي بدنا اياه، لان طالما ما عم نطلب يلي بدنا اياه ما حدا سحر الناس، ما في حدا في يقدر، وخاصة إذا معودين علينا ما بنرفض لهم طلب ودائما بنخدمهم ودائما ما بنقول لا. فمن وقت للتاني بدي وقف وقول يمكن ينقذوا مني أول مرة حوالي، يمكن يطلع تاني عم بتقول هيك إنه معلش أنا عم بقولها بمحبة ومش بطريقة لطيفة صح، ومش بطريقة هجومية، أنا عم بقولها عم مثل ما دائما بنحكي بخلينا نحكي عن بلغة الأنا عم بستعمل. أنا تعبان، أنا بحاجة للراحة، فماني عم بأذي. هيدي شغلة مهمة، اعملوا شيء لحالكم. شو عبالك تعمل؟ شو في شيء عبالك إلك سنين تعمله مش عامله؟ عبالك تروح فرصة؟ سافر على بلد ما بكلفك كثير، صمد له واعملها، تترك البيت ما تخاف، الاولاد في العائله في الشغل فيك تاخذ فرصه اعملها. عبالك تلوني شعرك لون مستحيه تعمليه او عتلانه همه، روح اعمل شيء صغير هيك بيعطيني لذه لإلي انا شخصيا. يمكن عبالي روح اعمل رياضه، يمكن عبالي روح امشي، شو عبالي اعمله وعم بحرم حالي من اني اعمله اعمله، لانه هيدا الشيء بيرجع بذكرني بالانا اللي موجوده، بذكرني انه انا مش بس لخدمه الناس ولارضاء الناس، انا كمان عندي شيء. اذا ما بقدر ارضي حالي غيدا باي منطق انا مفكره اني عم برضي الناس؟ صح،
ما بكون عم برضيهم، بكون عم يمكن استغل، او بكون فقط عم برضي الايجو تبعهم. بس انا ماني موجوده، واذا انا ماني موجوده مش عم برضي حالي، اذا انا عم بعمل خوفا من الاخر، خوفا من خساره الاخر. لانه البعض منا بيبل بليزر او يرضي الاخرين بخاف انه يتركوه. هيدا على المدى البعيد بدي افكر بهالامور، بدي افكر هل انا بعمل ما بقول لا او برضي الناس لاني بخاف اني يكون لحالي، يتخلوا عني، ما يحبوني كفايه او شيء، ولا انا دائما هيدا اندفاعي دائما دائما. اوقات اغلب الاحيان اندفاعي، بس بصير بعلق بالدائره انه انا بندفع على اكون منيحه مع الاخرين، بس اوقات ما عبالي بصير مستحيه انه وقف يوما ما، لانه يي صورتي عندهم هي هاي، رح تهتز، بتصير رح تهتز. ما بدي اطرح على حالي السؤال، بدي اسال حالي اسئله ثانيه. تربيتي كيف كانت؟ هل كانت تربيتي انا بالبيت انه لو شو ما كان هيدا الشخص بنرضيه، لو شو ما كان هيدا الفرد لازم تقبل معه شو ما قال لك حتى لو عكسك، او بالمدرسه شو ما قال لك الاستاذ بقلب الصف ما بتفتح تمك يعني حتى برا ما بتسأل وما بتسائل، حتى أهلك ما بتخبرون. بدي أطرح حالي هالسؤالات لأنه هيدي كلها أمور نحنا إنتاج المجتمع اللي نحنا فيه، نحنا منتوج هالمجتمع، منتوج التربية، منتوج الثقافة المتوارثة، يعني نحنا آخرتها برودكت من هالمجتمع اللي نحنا مقيمين فيه. أكيد عنا الأنا، بس الأنا بتغرق بهدول كلهم، وقت واحد بيمحي حاله بهيك أمور صح. فأنا من الضروري أنه هيك أشر الأمور هيك فضفضح ولي لأفهم أنا ليش علقان بإرضاء الآخرين على حسابي. وإذا أنا عم بقوم بإرضاء الآخرين رغما عن عدم إرادتي أو رغما عن اقتناعي، عن كمان قناعتي، أنا عند المشكلة عندي أنا المشكلة مش عند الآخرين. ما بقى بدي اتهم الآخرين أنه بيستغلوني أو هيك معودين، لا، بدي أوقف وكمان أنا حاسب ذاتي أقول أنا ليش، بدي أقعد فكر ليش خايفة أنا هيدا الشخص يشوف انه انا فيي ما ارضي كل الايام، او هيدي المجموعه انه انا لا مش لاحقتكم كل الوقت. انا اوقات كمان اوبينيون ميكر، صانع قرار، صانع راي. بدي اطرح على حالي السؤال، وصدقوني لما بنطرح على حالنا هالسؤالات ولما بنعيد هيك رؤيه الامور، هيدا الشيء بيساعدني ارتاح مع حالي. ولما برتاح مع حالي بعرف اعبر للاخر بما حبي، برجع بقول مش بلقم، مش ما حدا في يقلب من هون لهون ابدا، مش لقم، مش هجوم، مش انه ما بحياتكم بتحسوا معي. هي لما بنفجر بقولها صح، ما حدا منكم بحس معي. طب ما ليه قبل ما خليتيهم يحسوا معك او ما خليتهم يحسوا معك؟ اذا انا مش شاغل على هالامر قبل، ما اتوقع الناس تحذر لحالها بكل سهوله يكون عندها الحساسيه انه تقول بركي تانيا تعبانه، بركي تانيا ما لها جلاده، بركي تانيا مش مقتنعه. لا، بدي اعمل فورميليشن، بدي اقولهم، بدي اعلي صوتي واقولهم. وهيدا الشيء عن جد فينا نشتغل على ذاتنا فيه، واذا اشتغلنا على ذاتنا فيه بنكون عم نهين عيشتنا وعم نرجع نتذكر الكائن اليونيك او ما في مثله اثنين يلي هو انا. صح، كل انسان منا ما في مثله اثنين، نشبه بعضنا بكثير قصص، بس كمان كل واحد كيان بحد ذاته. ولما بتذكر هالشيء وبرضي هيدا الشيء اللي فيه، العالم بتصير تعرف انه انا مش، حتى مش العالم ضروري تعرف، انا بدي اعرف انه ما عم برضي الناس لارضيهم او لاني خايفه، ما عم بستغل، عم برضي لما انا حاسه انه عبالي ارضي. وهيدا دليل محبه بصير مش دليل خوف. فمن الضروري اعرف فصل بين هالامور لحتى اقدر عن جد بطل كون بيبل بليزر او شغلتي وعملتي بس ارضي اللي حواليي، كون لا بالفعل انا انسان سعيد مع ذاتي وسعيد لما برضي الاخر. صحيح، وهون كمان الاساس، يعني بده واحد ينتبه انه واحد ما يكون بس عم ينفذ هالشيء مش بس ارضاء للاخرين، اوقات بيكون عم ياذي نفسه هو بحد ذاته، اوقات بيكون حتى اذا نفذ شغله على عميانة لحدا تاني بيكون كمان عم ياذي الشخص الاخر. صحيح، لانه ممكن كمان هو يشوفه بمنظار اخر وجرب يقنعه، لما بيرفض بيقول لا خلص لكن انا حاستسلم وبيلا بيمشي معه، هون كمان بصير في ضرر للطرف الاخر. يعني كمان 100% لهالسبب اللا صحيه فينا نتعلم نقول لا بمحبه، ويلا لما بتلبي حاجتنا ما نخاف ابدا ابدا. بحال العمر كنتوا فيه ابدا ما تحسوا فات الاوان ولا مره بفوت الاوان. تانيا شكرا كثير، ونشوفك التنين الجاي. أكيد. نحن وما راح نقول لك لا كمان جمعه الجاي. راح نتابع محطاتنا بعد لحظات، خليكم معنا.